أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس يشكك في نسبة كتاب التبيان في أقسام القرآن لابن القيم رحمه الله، لأن كثيرا من فصوله مبنية على أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، مع أنه ذكر في الصواعق المرسلة أن المجاز طاغوت. لا يا أخي، الأقسام القرآن هذا لابن القيم، لكن فيه كتاب في الحقيقة والمجاز منسوب لابن القيم وهو ليس لك، هذا كتاب مستقل، ما هو كتاب الأقسام، هذا كتاب آخر منسوب لابن القيم وهو ليس له، وما هو مشهور الآن. نعم.